عندي زوجة صالحة وتخاف رب العالمين، لكنها لا تصلي، وقد غضبت منها وكلمتها فقالت أنا لا أعرف كيف أصلي، وقلت لها صلي قدر معرفتك، فرفضت وقالت لن أصلي حتى أتعلم الصلاة، وهي كما يشير تعرف الحلال والحرام وتعطي الله حقه إلا موضوع الصلاة، فماذا أفعل معها؟ بارك الله فيك. سبحان الله، ما هو خوف الله إذا كانت الصلاة تترك عمدا؟ يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة على كل حال وعلى أي صفة يكون هو، ولا يعذر في ترك الصلاة جاهل ولا عالم، والذي لا يعلم يتعلم، وما أيسر معرفة أداء الصلاة. أما أن يقول زوجها بأنها محافظة وتخاف الله، فرأس مخافة الله بعد الإيمان به وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أداء الصلاة، فمن لم يؤدي الصلاة فلا دين له، والذي على هذا الزوج أن يخبرها بذلك وأن يلزمها بأداء الصلاة، ولا يحتاج إلى طول وقت أداؤها الصلاة، ما عليها إلا أن تتعلم كيف تكبر وكيف أقرأ وتركع وتسجد، فإن كانت لا تحفظ شيئا من القرآن ولا فاتحة الكتاب فإنها ريثما تحفظ الفاتحة تصلي الفريضة التي حضرت وهي لم تحفظ الفاتحة ولا تعرفها، تصلي الفريضة بتسبيح وتكبير وتهليل، ثم بعدما تنتهي الفريضة قبل حضور الثانية تجلس تتعلم لتحفظ القرآن. لا بد من حفظ فاتحة الكتاب لكل مسلم بأن يقرأها في صلاته، ومن لم يقرأ فاتحة الكتاب فلا صلاة له، ومن لم يصلي فلا دين له، والله أعلم. ومن لم يصلي فلا دين له.